أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الإيجاز، أيضا لأننا نتابع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم، وأود أن أرحب بمعالي وزير الصحة الدكتور سعد جابر ليعطي مزيدا من التفاصيل حول الحالات التي اكتشفت اليوم ويوم أمس. تفضل معالي. السلام عليكم ورحمة الله. عدد الحالات المثبتة لغاية هذه اللحظة والموجودين في العزل الصحي 35 حالة، جميعهم في حالة جيدة ولا يشكو أحدهم من أي تعراض يعني لتصنف بالخطيرة أو غيره. حوالي 9 منهم أجانب. تقوم الآن فرق التقصي الطبي بمتابعة المخالطين لهؤلاء الأشخاص، وكما تعلمون البارحة تم الحجر على ما يزيد عن 4700 شخص. يعني معظم الوضع مشى بصورة طبيعية، حصلت بعض المشاكل مساء تم التغلب عليها. الفرق الصحية تقوم بفحص الجميع الآن و يعني تذليل العقبات أمام يعني اللوجستية أمامهم من إطعام وفحص وغيره. التعاون وثيق بيننا وبين الخدمات الطبية وبين الجهات الطبية الأخرى، الجامعة الأردنية وجامعة ومستشفى الملك المؤسس في جامعة العلوم والتكنولوجيا. كما سمعتم الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم هي بهدف تقليل الاختلاط وبالتالي حصر الأعداد. نحن وصلنا إلى رقم يجب أن نتخذ إجراءات قوية ومشددة بحيث نستطيع حصر الأعداد الموجودة لا سمح الله إن وجدت وعلاجها بحيث لا يستفحل هذا المرض في المجتمع الأردني. وهنا المسؤولية المجتمعية مطالبين فيها جميعا بالالتزام بالتعليمات. ستبقى المؤسسات الطبية تعمل للحالات الطارئة، مراجعة العيادات والمستشفيات لن يتم استقبال المرضى إلا للحالات الطارئة، وكذلك ستبقى الصيدليات والمناطق التموينية تعمل. نرجو من الجميع اتباع هذه التعليمات، مستقبلنا في إيدنا، الأردن غالي علينا. وكما ترون نحن اتخذنا هذه الإجراءات يعني المشددة قبل أن يستفحل المرض مثل بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، الهدف منها منع انتشار المرض، وهي مسؤولية علينا جميعا، ونأمل من الله السلامة، وأشكركم جميعا. شكرا عليك. شكرا سيدي. نتيح المجال لبضعة أسئلة. تفضل. نحن قلنا عدم الخروج من المنازل إلا بالحد الأدنى وللحاجات الضرورية جدا، حماية للمواطنين وسلامة المجتمع. أكيد هناك مؤسسات ستعمل كما ذكر معالي الوزير، المستشفيات والصيدليات والمخابز وأيضا الأماكن التي تبيع المواد التموينية لابد أن تبقى تعمل. أيضا تلقيت بعض الرسائل من وسائل الإعلام، وسائل الإعلام هي شريكة لنا في توضيح الحقيقة، ولذلك أيضا ستبقى تعمل لكن بالحد الأدنى. نحن نقول بالحد الأدنى، وهذا يعتمد على المدراء والمسؤولين في تلك المؤسسات ليحددوا من هو الشخص الذي يجب أن يعمل. لغاية اليوم 2000 فحص تم عملهم تقريبا، أقل شوي. الفحوصات الإيجابية هي 36 فحص، أحدهم تماثل للشفاء. النسبة عندنا لساتها قليلة، لكن الاستهانة بالموضوع والتعليمات اللي يعني كلكم عم نحكي فيها من شهر ونص، عرس واحد ما رد علينا. الآن نتابع كل الحالات وتم كشف 7 حالات منها، لذلك يعني الوضع جدي
ويجب أن لا نتعامل باستخفاف بهذا الموضوع. وكما قلنا سابقا تعاملوا مع الجميع، تعامل مع من هو أمامك كأنه مصاب، وتعامل مع الجميع كأنك مصاب، أي أنك تريد أن تحمي أهلك وأصدقائك، وبالتالي عليك أن تغسل يديك واتباع التعليمات السعال وعدم ملامسة الأسطح، خلع الأحذية. اكتشفنا اليوم أنه 8 ساعات 9 ساعات بظل الفيروس على الأحذية عايش، فالواحد يعني يخلع الحذاء عند مدخل البيت. وإذا يعني أنت مصاب يعني لازم كمان تدير بالك وتبلغ. فأعتقد أنه الأمر جدي، بإيدينا نمنع المرض من أنه ينتشر. نعم. يعني نحن ذكرنا بالأمس، نحن ما زلنا نعمل ضمن قانون مجلس الدفاع المدني وقانون الأمن وقانون الصحة العامة، وهذه القوانين تتيح للحكومة أيضا فرض تطبيق هذا القانون، لكن قلنا أيضا أننا سنضطر ربما إلى إقرار قانون الدفاع. متى أقر هذا القانون يتيح لرئيس الوزراء اتخاذ ما يشاء من قرارات لحماية المجتمع والمحافظة على السلم المجتمعي والمحافظة على صحة المواطن. تم سؤال قبل قليل إنه الانتشار بعض الدوريات ويعني وحدات عسكرية، كما ذكرنا نحن سنمنع المواطنين أو التنقل ما بين المحافظات، ولذلك يعني لابد من وجود مظاهر أمنية ليدرك المواطن جدية الحكومة في هذا الأمر وإصرارنا على حمايته، حماية المجتمع من خطر كورونا. سؤال أخير، تفضل. سؤال أخير، معك هناك استفسارات كثيرة من قبل المواطنين بعد قرارات التعطيل حول الكورونا، خصوصا يعني في ظل التعطيل وحاجة الناس إلى النقل، بالنسبة لدوام البنوك كيف؟ بالنسبة للبنوك، دوام البنوك. نعم، البنوك سيتم مثلها مثل المؤسسات الأخرى سيتم إغلاقها، ولكن استخدم الـ ATM بالنسبة لسحب الفلوس من خلال الـ ATM فقط. شكرا، شكرا جزيلا لكم، وإلى لقاء أيضا آخر. شكرا وسهلا بكم مجددا في هذا الإيجاز، أيضا لأننا نتابع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم. وأود أن أرحب بمعالي وزير الصحة الدكتور سعد جابر ليعطي مزيدا من التفاصيل حول الحالات التي اكتشفت اليوم ويوم أمس. تفضل معالي. السلام عليكم ورحمة الله. عدد الحالات المثبتة لغاية هذه اللحظة والموجودين في العزل الصحي 35 حالة، جميعهم في حالة جيدة ولا يشكو أحدهم من أي أعراض يعني لتصنف بالخطيرة أو غيره. حوالي 9 منهم أجانب. تقوم الآن فرق التقصي الطبي بمتابعة المخالطين لهؤلاء الأشخاص، وكما تعلمون البارحة تم الحجر على ما يزيد عن 4700 شخص. يعني معظم الوضع مشى بصورة طبيعية، حصلت بعض المشاكل مساء تم التغلب عليها. الفرق الصحية تقوم بفحص الجميع الآن، و يعني تذليل العقبات أمام يعني اللوجستية أمامهم من إطعام وفحص وغيره. التعاون وثيق بيننا وبين الخدمات الطبية وبين الجهات الطبية الأخرى، الجامعة الأردنية وجامعة ومستشفى الملك المؤسس في جامعة العلوم والتكنولوجيا. كما سمعتم الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم هي بهدف تقليل الاختلاط وبالتالي حصر الأعداد. نحن وصلنا إلى رقم يجب أن نتخذ إجراءات قوية ومشددة بحيث نستطيع حصر الأعداد الموجودة لا سمح الله إن وجدت وعلاجها، بحيث لا يستفحل هذا المرض في المجتمع الأردني.
وهنا المسؤولية المجتمعية مطالبين فيها جميعا بالالتزام بالتعليمات. ستبقى المؤسسات الطبية تعمل للحالات الطارئة، مراجعة العيادات والمستشفيات لن يتم استقبال المرضى إلا للحالات الطارئة، وكذلك ستبقى الصيدليات والمناطق التموينية تعمل. نرجو من الجميع اتباع هذه التعليمات، مستقبلنا في إيدنا، الأردن غالي علينا، وكما ترون نحن اتخذنا هذه الإجراءات يعني المشددة قبل أن يستفحل المرض مثل بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، الهدف منها منع انتشار المرض، وهي مسؤولية علينا جميعا، ونأمل من الله السلامة، وأشكركم جميعا. شكرا عليك. شكرا سيدي. نتيح المجال لبضعة أسئلة، تفضل. نحن قلنا عدم الخروج من المنازل إلا بالحد الأدنى وللحاجات الضرورية جدا، حماية للمواطنين وسلامة المجتمع. أكيد هناك مؤسسات ستعمل كما ذكر معالي الوزير، المستشفيات والصيدليات والمخابز وأيضا الأماكن التي تبيع المواد التموينية لابد أن تبقى تعمل. أيضا تلقيت بعض الرسائل من وسائل الإعلام، وسائل الإعلام هي شريكة لنا في توضيح الحقيقة، ولذلك أيضا ستبقى تعمل لكن بالحد الأدنى. نحن نقول بالحد الأدنى، وهذا يعتمد على المدراء والمسؤولين في تلك المؤسسات ليحددوا من هو الشخص الذي يجب أن يعمل. تفضل معنا. نعم، لغاية اليوم 2000 فحص تم عملهم تقريبا، أقل شوي. الفحوصات الإيجابية هي 36 فحص، أحدهم تماثل للشفاء. النسبة عندنا لساتها قليلة، لكن الاستهانة بالموضوع والتعليمات اللي يعني كلكم عم نحكي فيها من شهر ونص، عرس واحد ما رد علينا. الآن نتابع كل الحالات وتم كشف 7 حالات منها، لذلك يعني الوضع جدي ويجب أن لا نتعامل باستخفاف بهذا الموضوع. وكما قلنا سابقا، تعاملوا مع الجميع، تعامل مع من هو أمامك كأنه مصاب، وتعامل مع الجميع كأنك مصاب، أي أنك تريد أن تحمي أهلك وأصدقائك، وبالتالي عليك أن تغسل يديك واتباع التعليمات، السعال وعدم ملامسة الأسطح، خلع الأحذية. اكتشفنا اليوم أنه 8 ساعات 9 ساعات بظل الفيروس على الأحذية عايش، فالواحد يعني يخلع الحذاء عند مدخل البيت. وإذا يعني أنت مصاب يعني لازم كمان تدير بالك وتبلغ. فأعتقد أنه الأمر جدي، بإيدينا نمنع المرض من أنه ينتشر. نعم، تفضل. يعني نحن ذكرنا بالأمس، نحن ما زلنا نعمل ضمن قانون مجلس الدفاع المدني وقانون الأمن وقانون الصحة العامة، وهذه القوانين تتيح للحكومة أيضا فرض تطبيق هذا القانون، لكن قلنا أيضا أننا سنضطر ربما إلى إقرار قانون الدفاع. متى أقر هذا القانون يتيح لرئيس الوزراء اتخاذ ما يشاء من قرارات لحماية المجتمع والمحافظة على السلم المجتمعي والمحافظة على صحة المواطن؟ تم سؤال قبل قليل أنه الانتشار بعض الدوريات و يعني وحدات عسكرية، كما ذكرنا نحن سنمنع المواطنين أو التنقل ما بين المحافظات، ولذلك يعني لابد من وجود مظاهر أمنية ليدرك المواطن جدية الحكومة في هذا الأمر،
وإصرارنا على حمايته، حماية المجتمع من خطر كورونا. سؤال أخير، تفضل. بالنسبة للبنوك، البنوك دوام البنوك، نعم البنوك سيتم مثلها مثل المؤسسات الأخرى سيتم إغلاقها، ولكن استخدم الـ ATM بالنسبة لسحب الفلوس من خلال الـ ATM فقط. شكرا، شكرا جزيلا لكم، وإلى لقاء أيضا آخر. شكرا.